بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى سنطال مهنة أستاذ. تم نشكر الجمعية اللي تطوعات باش تنظف المقبرة ديال ويسلان، وهذا عمل خيري وعمل تطوعي الله أولا اللي غادي يجازيهم عليه، وثانيا هذا عمل فيه وطنية وفيه صدق وفيه يعني واحد البادرة الإنسانية اللي كتبين بأنه كاين حس ديني وحس إنساني وحس وطني. مرة أخرى تنشكر الجمعية وأعضاء الجمعية بهذا العمل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس جمعية أوميغا للتنمية الرياضية والثقافية سي محمد بن طالب. الحمد لله جينا هذه الحملة اللي كتقوم بها الجمعية لمدة شهر شعبان كامل. درنا مقبرة ديال عين عمير، ودابا مقبرة ديال ويسلان، وعندنا مقبرة ديال باب القيسة، وعندنا مقبرة ديال عين فخارة في مونفلوري جوج. يعني هذه مجموعة ديال المقابر ديال المسلمين كنحاولوا نديروا التنظيف ديالها، والحمد لله كتشوفوا العملية مرت بسلام وفي في أحسن. حسن العروسي كاتب العام لجمعية تجار سيس وفاعل جمعوي. في إطار هذه الحملة التبشيطية ديال النظافة ديال المقابر واعتناء بإخوان المسلمين المسلمون، في إطار الحملة هذه قمنا الحمد لله بواحد بتوفيق من الله، قمنا بواحد واحد النظافة اللي هي يعني بين المؤطرين. الحمد لله ربي الحمد لله وفقنا لهذا الجمع هذا. وكيوي سعيد فاعل الجمعوي، جينا لهاد المقبره ديال ويسلان مع الاخوان ديال الجمعيه اللي بينا هاد النداء هذا باش نقوموا بهاد النظافه ديال هاد المقبره. ومهاد المنبر هذا العزيز هاد الصحافه كنتمنوا لهاد الناس هادو يوعاو بهاد الحمله ديال هاد المقابر هادو، لان كنا غنرجعوا لهاد الدار ديالنا الخلود. احنا ما غنديوش على هاد الناس البلطجه، احنا كنخدموا، احنا جايين نخدموا وكنوعيوا هاد الشباب هادو بهاد العمل هذا الجمعوي هذا ديال المقابر. وحنا اللي بغى يهضر ولا بغى، راه هادشي معروف، هادشي ضروري كتلقى البلطجه وكيتلاقاو لنا والمسائل، هادشي ما غنديوش عليهم. احنا لا دينا ما غنخدموش في هاد الوطن هذا.